بالنسبه للنهضه راني نكرهها من غير ما تحكي لي معها، حتى الانتخابات تاعي ما انتخبتش حتى في الانتخابات، هذه حاجه. ثاني حاجه انسان مواطن عامل عملية على راسي، كراد ظروفي على قدها، نبيع في كعبتين تاع مشوار، شنو هكا باش ناكل انا وصغاري، فهمت؟ والعباد ظروف نظره خايبه ثاني، ما همش معتبرين البشر وما همش حاسين بالتونسي بصفه عامه، الدوله هذه بصفه عامه، من رئيسها للاخ شيء يكون، فهمت؟ من الاحزاب للنهضه الاحزاب بصفه عامه على بعضها، راه ما فيهاش حد يصلح، الناس تدمرت، الناس عادت خاصه بشوي اللي تسرق، وصلت تعمل في البركاجات العباد مش تاكل مش تاكل، منين مش تعيش العباد؟ منين؟ دمرت راهي. انا كنت عامل عمليه على راسي حاليا، وهاك تشوفي حتى بالاعصاب عندي الاعصاب، فهمت؟ ولقيت في كعبتين تاع مشوار باش نعيش بيهم، هذه دوله دي، هذه دوله، ما تفكرش في العباد. وين الدولة؟ وين الحكومة؟ النهضة اش قاعدة تعمل؟ كلهم الأحزاب بصفة عامة، كل لقته كان في الكراسي. ما همش حاسين بالقليل. قليل وزوالي ما همش حاسين بيه. مدمرينه. الثورة علاش قامت هذه؟ قامت على القليل والزوالي، وين ما هم؟ عايشين كان هم ياكلوا. عايشين هم ينهبوا ويلحفوا الفلوس. رئيس الحكومة يضرب فيها 40 مليون، والآخر يضرب فيه 30 مليون، والآخر يضرب فيه 20 مليون، والقليل والزوالي يموت. وين؟ مفروض هذا يلزم، مفروض هذا يوصل في الاذاعه، يوصل في البلايص الكل، لازم توصل، لازم المعلومات هذه تاع القليل والزوالي لازمها توصل باي طريقه. الغالب انا عايشين مع موت تحية هذيك، هذا ما عندي نقول لك، فهمت؟ هذا الحاجه الوحيده اللي نحبها، ماذا بيا توصل النهضه هذه يجدينا منها، يزينا من النهضة، يزينا راهي دمرتنا، يهديكم ربي يشوفوا لنا حل معاهم، يزونا رانا فدينا متنا بالشر، رانا متنا ما عدناش لاقيين باش ناكلوا، فهمت؟ أنا عامل زوز عمليات يا صبيح، فهمت؟ هاك تشوف فيك كيفاش قاعد نرعش، تو نحكي معاك ونرعش، ماشي اللي قد بعضي أصلا، عليه يا صبيح، غير قاعد بنهاري هذيك باش نسوق فوق ذريتي، عليه الدولة ويني؟ وين القليل والزوالي اللي يحكوا عليه؟ صحيح ما عادش يزيني هذا، ما عادش عندي ما نحكي.